والخليج. اولا بس بغيت اعلق على قضيه اللي تحدث فيه الخسامي واللي تحدثت فيه الاخت من الرياض. طبعا الامير محمد لديه رؤيه وهناك غايه يجب ان يصل اليها، يعني شرف الغايه يحتاج الى وضوح الرؤيه. وضوح الرؤيه شاهدناه في ان رؤيته معلنه وتعبر عن نفسها، ولا زمن الإدارة بالغموض، أصبح كل شيء يعرض، أصبح كل شيء debatable يناقش، أصبح كل شيء المواطن له رأي فيه. هذه هي الرؤية الحقيقية 2030. هذا بس بما يخص الرؤية وما تحدث فيه الإخوان. الآن نأتي إلى التحولات أو التحديات التي تواجه المنطقة، هي تحديات وهي عبء وهي أيضا فرصة. هذه التحديات هي فرص لدول مجلس التعاون، وأنا دائما أكرر هذا الكلام، أنه فيما مضى كنا كم من مهمل في عالمنا العربي وفي المشهد الإقليمي يملك بعض القدرة المالية، لم نتعدى هذه الدرجة. الآن تحولت نقاط صنع القرار، أو صار في باور شيفتنج أو انتقال القوة من القوة التقليدية العربية إلى دول الخليج، أصبحنا قوة سياسية. ولا يحتاج أن أعيد أن نحن من أدار الربيع العربي، كان مطبخ الجامعة العربية هي دول الخليج في الربيع العربي. هذا في السياسة. نأتي للاقتصاد، نحن أكبر قوة في غرب آسيا. نأتي للعسكري وهذا هو الجديد، وصلت دول مجلس التعاون أن تخوض حربين متزامنتين على جبهتين مختلفتين. دول مجلس التعاون أصبحت أقوى قوة خارج مسلحة بالسلاح الغربي خارج حلف الناتو. دول مجلس التعاون أصبحنا نجدها تحت مظلة القبعات الزرق في أفغانستان وفي صربيا وفي الصومال. أنا ما ودي أقاطعك، بس أيضا معي اتصال أيضا معي